ولا بلادك مكانك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان يا ناس يا ناس هي دي الحد. مشاهدينا الكرام، حدوتة مصرية ممتد معكم، وهذه الفقرة الخاصة التي نحتفل بها بمرور عام على إنشاء نادي السينما الإفريقية. وبيسعدنا يكون معنا المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. يعني من خلال مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ممكن نستنتج العلاقة بين مهرجان الأقصر ونادي السينما الإفريقية. هو طبعا يعني النادي أحد فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. هو كان يعني جه نتيجة لضرورة إعادة العروض في القاهرة، فحاولنا نشوف شكل مستمر يتيح لجمهور ومحب السينما بالقاهرة انه يشوف الافلام الافريقية، ففكرنا في فكرة نادي للسينما الافريقية. وفي الحقيقة يعني ادارة صندوق التنمية الثقافية دكتورة نيفين الكيلاني وحاليا دكتور فتحي عبد الوهاب رحبوا جدا جدا بالفكرة، واتفقنا ان احنا نعمل النادي السبت الاول من كل شهر. يعني على مدى 12 شهر كنتوا شغالين لمدة أسبوع، النادي بيستمر مدة قد إيه؟ لا، هو النادي يوم يوم هو يوم, يوم. يعني 12 فعالية 12 فعالية سينمائية. ما هي أهم الأفلام التي عرضت؟ خلال السنة دي عرضنا أفلام مهمة زي مثلا فيلم باردون أو العفو من رواندا، وكان بيتكلم عن مأساة رواندا لو تفتكري المذبحة اللي حصلت هناك. في عرضنا من مصر مولانا، عرضنا من تونس بنحبك هادي، عرضنا من الجزائر أنديل البحر، عرضنا من أثيوبيا أفق جميل، وعرضنا من تنزانيا فيلم كان اسمه شعري بألوان فرنسية. يعني عديد من الأفلام، لأن بنعرض فيلم قصير وفيلم طويل، يعني مش بس فيلم روائي طويل، وممكن نعرض فيلم تسجيلي كمان طويل. جميل. يعني العروض اللي بتعرضوها هل هي عروض فيديو أم عروض سينمائية؟ هو النهاردة ما بقاش في حاجة اسمها عروض فيديو وحاجات سينما وعروض سينمائية. ليه؟ لأنه السينما كلها بقت ديجيتال، يعني حصل لها تحول كامل. حتى كل الأفلام في كل السينمات في أمريكا وفي أوروبا وفي مصر طبعا بنعرض على حاجة اسمها DCP، ده الفورمات اللي الفيلم السينمائي بينزل بيه السوق. DCP وهو شكل من أشكال الديجيتال، ما عادش فيه بقى المكنة ال 35 ملي والكلام ده، ما فيش، كله دلوقتي DCP. احنا في المهرجان طبعا بنعرض بالDCP، وهو طبعا جهاز غالي جدا جدا وإيجاره غالي، ولكن في النادي ممكن نعرض DVD أو بلوراي برضو جود كواليتي، بالذات طبعا البلوراي ومتاح، يعني البلاير بتاعه متاح، فبيبقى برضو هو فورمات فيديو بس كواليتي عالي. يعني انتوا بتستعدوا دلوقتي، يعني العمل في المهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عمل ممتد طول السنة، بس دلوقتي اعتقد ان زادت الضغط دلوقتي في الشغل. ايه اخبار الضغط وايه الضغوطات اللي بتتعرضوا لها في هذا المهرجان؟ هو طبعا يعني احنا فعلا اتعودنا من اول دورة ان احنا نشتغل طول السنة، يمكن ناخد شهر واحد بس اجازة في السنة، وغالبا بيبقى في رمضان، وبعدين نبدأ بقى دخول في الدورة الجديدة. طبعا يعني احنا انجزنا جزء كبير من خطتنا الفنية واختيار لجان التحكيم وكده، وهيبقى عندنا طبعا مؤتمر صحفي موسع نعلن فيه عن كل الفعاليات. طبعا مهرجان سينمائي دولي، يعني مش مئات التفاصيل، ألف التفاصيل، تفاصيل تفاصيل تفاصيل، وبتتفرع لتفاصيل تفاصيل، ولازم تتابعي كل شيء. فطبعا في ضغط جديد، كل ما بنقرب بيحصل ضغط، خصوصا وان احنا بنشتغل بميزانية قليلة، فده بيمثل لوحده ضغط كبير علينا، لكن ربنا بقى معانا واحنا بنعمل اللي علينا يعني في الاخر. بس اكيد تصريح الرئيس ودعم الدولة اختلف، يعني كيف اختلف او كيف سيدعم المهرجان؟ هو طبعا الرئاسة المصرية تم اعلان امبارح او اول امبارح انه المهرجان هيكون تحت رعاية الرئاسة، وده شيء طبعا جميل وبيزود من مسؤولياتنا.
هو المفروض يعمل ايه بقى؟ ده السؤال، لانه لسه احنا ما شفناش حاجه. هو المفروض انه الناس، يعني هي الفكره انه هذا المهرجان متوافق مع اهداف الدوله، يعني بدون ما يكون هو ليه ابعاد سياسيه لوحده من غير احنا ما نتعمد. هو احنا كان اختيارنا افريقيا عشان نتواصل مع الشعوب اللي هم امتداد ارضنا، اللي هو احنا قاره افريقيه، وكان في قطيعه ضخمه جدا، فاحنا يعني فكرنا ازاي نعيد التواصل والاتصال باشقائنا في القاره. فهو طبعا الفيلم والسينما والفن بيبقى وسيله لده، لكن ما فيش شك ان التواصل مع افريقيا وفتح افاق مختلفه اخرى ومجالات اخرى، ده بيفيد كل المجالات، بيفيد في الاستثمار، بيفيد في السياحة، بيفيد في الاقتصاد، بيفيد في الأمن، بيفيد في السياسة بالتأكيد. بس لما بتعرضوا افلام مثلا لاثيوبيا وفي مشاكل مع اثيوبيا، قبل كده كانوا عرضتوا افلام لجنوب افريقيا وكان في مشاكل مع جنوب افريقيا، يعني البعد السياسي لا، هنا. المفروض ان احنا افترض الدولة سياسيا عندها مشكلة مع دولة، لا، المفروض احنا نتواصل مع الشعوب، احنا بنتواصل مع الشعوب والافراد اللي زينا، احنا ما بناخدش موقف سياسي. طبعا احنا لينا اعداء، احنا لينا دول اعداء عارفينها لا نتعامل معاها، ولكنهم بره القاره الافريقيه بالتاكيد. لكن خلي بالك ان انت بالعكس، انا عايزه اعزم اكبر قدر من اثيوبيا يجي ويستفيد بالمهرجان ويعرض افلامه ويدخل في حوارات معايا في الندوات ويشارك في ورش ويشارك في معارض تشكيليه بعملها في المهرجان. قصدي اقول لك ده بيبقى قد ايه مهم انك بتبعتي من خلاله رساله، مش دي بيبقى فيه رساله ان هو هيروح اذا خد جايزه هيقول انا خدت جايزه من مصر، من الاقصر، من مصر، اذا فيلم خد يعني تقدير او كذا بيقول انا ده حصل لي في مصر. بصي، دور مصر تجاه افريقيا دور مهم وكلنا عارفينه، وكل المسؤولين والمعنيين مدركينه، عشان كده ده بقول انه هو بيكمل جهودنا، وان كان هو ملوش قيمة مالية، هي قيمة معنوية. ممكن ده يبقى دافع لبعض الجهات انها تلتزم معاكي اكتر، انها تقف معاكي شويه زياده، انها ما تنقصكيش في الميزانيه، تحاول تديكي نفس الفلوس بحيث ما تصغريش، تبقي حافظي على المستوى او الحجم بتاعك. يعني انا شايفه تاثيراته في الحته دي. جميل. يعني في دور للسفراء، يعني عادة لكم دور سياسي، يعني مع الاعتراف بالدور الفني في دعوات للسفراء وبروتوكولات عملتوها مع دول إفريقية، تفاصيلها إيه؟ بصي، زي ما قلت لك احنا مش عاملين مهرجان سياسي، ولكن هو المهرجان لان انت بتنفتحي على افريقيا واحنا عايزين نحسن علاقاتنا السياسيه بافريقيا، السياسيه والاقتصاديه، فهو بقى ليه ده، بس احنا ما بنتعمدوش، احنا اختيارنا اختيار فني محض. مساله السفراء في حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ احنا كنا منقطعين حوالي 35 الى او 30 الى 35 سنه مع دول افريقيا بسبب أزمة سياسية ما أو حدث ما حصل. أوكي، إحنا النهاردة عايزين نعيد الروابط. أنا الروابط بالنسبة لي إن أنا أتواصل مع كل المعنيين عشان أجيب فيلم. عشان أجيب فيلم ممكن أتواصل مع أي شخص معني، بتواصل مع سفاراتنا المصرية في الدول الأفريقية، بتواصل معاه بقول لهم في فلان وفلان 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 جاي، من فضلكم سهلوا مهمته الحصول على الفيزا او كذا كذا، يفهماني؟ يعني قصدي اقول لك ده جزء من الحكايه، ان انا اعزم الجاليه الافريقيه من الدول الافريقيه في مصر، ده شيء مهم جدا، ده شيء مهم، ان اقول له انا متفاعله معاك، انا بعمل مهرجان للسينما الافريقيه، في رسائل احنا اشقاء، احنا ارض واحده، احنا مصلحه واحده فنيا وعالميا على مستوى الفن كمان. انت النهارده بتلاقي يعني في شخصيات سينمائيه افريقيه مهمه جدا وحققت نجاح، وان كان ما نقدرش نقول نفس الكلام على صناعه السينما في دول افريقيه، ولكن في حركه، في حركه وفي صعود وفي تميز. ما نقدرش نقول ان في موجه مثلا او صناعه قويه قوي في كل البلاد، لا،
طب فيما يتعلق بتختلف. بالسينما نوليود مثلا في السينما النيجيرية، هل بينعكس قوتها في المهرجان او بتعكس قوتها في المهرجان؟ لا المهرجان مرآة للدول الإفريقية وإنتاجها هي السينمائي. المهرجان بيحاول يكون مرآة للأفلام الجيدة، نحن نبحث عن الجودة. احنا بنروح كان، طبعا ما بنقدرش نروح غير كان مكلف جدا، بنروح مهرجانات عربية أفريقية أخرى علشان نبحث عن الفيلم الجيد، الفيلم الجيد، الشخصية السينمائية العظيمة والرائدة في مجال السينما الأفريقية عشان نكرمه في الدورة الجاية. إنما نوليود معروفة خالص إنها دي شرايط بتتعبى، يعني شبه المسلسلات والتمثيليات تجارية الصقرة، أكتر. تجارية جدا جدا، ده بينتجوا آلاف منها، يعني في يوم في يومين بيعملوا حاجة هما بيسموها فيلم بس ما بقاش فيلم. ده لا يمنع إنه في أفلام جيدة بتيجي من نيجيريا ولكن قليلة جدا، وأكيد على المستوى الداخلي معروف إنه الإنتاج الجيد قليل جدا. فهي مش معنى في إنه العالم كله يعني وليس في أفريقيا فقط يعني. لا، بالذات نوليود، لأنه حتى غير الهند، الهند فيه جودة وفيه تكنيك وفيه لا، ده هنا يعني بقول لك شبه الأفكار ضحلة وميلودرامية وتلفزيونية قوي قوي، وبيعبوا شرايط زي ما احنا كنا بنقول كده في فترة. صحيح أستاذ عزة، يعني في يعني أسطورة كده شائعة بأن السينما الأفريقية سينما فقيرة، يعني ما معنى فقيرة هنا؟ مفيش حاجة اسمها سينما فقيرة، يعني هل مقصود بالجودة ولا بالإنتاج ولا يعني كلمة الفقر هنا يعني لا؟ معناها إيه؟ طبعا أو لا، الجودة نفسها معناها إيه؟ انا اولا مش موافقه خالص على التعبير ده. هي اذا كان المقصود بيها انه في افلام ضعيفه، فبرضه في افلام قويه. ما اقدرش اقول ان السينما الافريقيه سينما فقيره خالص، ابقى غير موضوعيه. لا، في افلام جيده جدا. احنا من سنتين كان عندنا تومبوكتو اخراج عبد الرحمن سيساكو، واخد 7 سيزار وكان مرشح لاوسكار احسن فيلم اجنبي. السنة دي في فيلمين من أفريقيا مرشحين لأحسن أوسكار في القائمة 9 اللي هي الشورت ليست، في 2 من أفريقيا. لا، احنا لازم نفخر بأن احنا يعني، وإن كانت مصر ليها تاريخ طويل في صناعة السينما، ولكن لازم نفخر أنه النهاردة السينما الأفريقية في بعض رموزها بتوصل للعالمية وبتوصل لآفاق كان وبرلين وفينيس، وانه يبقوا في الشورت ليست بتاع ال5 افلام الاحسن فيلم اجنبي في الاوسكار. هي مش سينما فقيره، وان كان نقدر نقول انه بعض الدول الافريقيه عندها صناعه ضعيفه، صناعه سينما ضعيفه، في دول ممكن يكون ما عندهاش. صحيح، مسألة المعايير، معايير الجودة كل شوية بتزيد فيما يتعلق بالديجيتال تحديدا، هل بالظبط. ده مشكلة بالنسبة لكم في المهرجان؟ هل بتتعرضوا لمشكلة ان في افلام جيدة لكن فيما يتعلق بالجودة التكنولوجية بيبقى فيها مشكلة؟ لا، ما دايما بتلاقي الافلام الجيده مصنوعه كمان كويس، يعني بتلاقي افكار ساعات بتتغاضي عن حاجه في الافلام التسجيليه لان انت فاهمه طبيعتها. لما بتكوني بتوثقي مثلا لحدث او لرحله او لشخصيه، لانك انت الفيلم التسجيلي بيبقى شخص ماسك كاميرا وفي الواقع في الموقع، لا بيجهز اضاءه ولا بيجهز صوت ولا تبقى فيها قدر من الارتجاليه، فدي فيها هامش، وده متعارف عليه بينا كسينمائيين، فيها هامش انه ممكن شط يتهز، ممكن شط يديكي فلو، او فهماني، او كاميرا دوت مقبول في الاطار ده. انما في السينما الروائيه طبعا غير مقبول الا لو كان مقصود دراميا. يعني في حاجه برضو عايزه اكلمك عنها بخصوص فقيره. طبعا لازم نعترف، ولازم يبقى مصر ليها دور في المستقبل في الموضوع اللي هقول لك عليه، دعم الانتاج السينمائي الافريقي في بعض الدول، او على الاقل خلق فرص للانتاج المشترك ما بين مصر والدول الافريقيه. طب لا، ازاي بقى استاذ عزة اذا كان السينما المصرية نفسها محتاجة دعم؟ ما انا عارفه. طب ما هو لازم الدوله تدعم السينما المصريه وتدعم السينمائيين المصريين برضو. دي يعني ملهاش حل. على الدولة أن تدعم، وده حق لكل مواطن وفنان ومخرج بيشتغل في السينما،
أن تدعم المشاريع الجيدة والمشاريع المقدمة من الشباب، وعلى المركز القومي للسينما أن يعمل، وعلى صندوق دعم التنمية الثقافية أن يعمل في هذا الإطار، ولازم يبقى فيه ميزانيات وفلوس حقيقية، لأن أنت النهاردة الفيلم اللي هو منخفض الميزانية وصل لأربعة وخمسة مليون، فطبعا ده محتاج فلوس حقيقية. لا ده طبعا ده طلب يعني ضروري جدا، انه دعم السينما المصرية. ولكن انا بتكلم لو احنا بنتشوف علاقتنا، لانه السينما أداة مهمة جدا في توصيل الحياة. اللي بيخليني اقول كده ملاحظة مهمة جدا لاحظناها في السنين اللي فاتت، من اول ما انشأنا مهرجان الاقصر من 7 سنين، وهي ان معظم الافلام الافريقية بتحصل على دعم من اوروبا، من فرنسا، بلجيكا، ايطاليا، كندا، هولندا، طبعا قليل شوية امريكا او اسيا، لكن معظمها كندا واوروبا. اوكي طيب، اللي انا اقصده انه يبقى ان احنا نخلق فرص في افريقيا لدعم داخلي داخلي، يعني فاهمة، احنا بصفتنا قارة افريقية ندعم دولة افريقية، او خلق فرص، او حتى المنتجين القطاع الخاص. يعني على فكرة، يعني انا بدعو مثلا زي واحد زي محمد حفظي او الاستاذ جابي خوري او غيرهم الاساتذة العظام اللي هم ما زالوا بيتشوفوا انهم ينتجوا افلام جيدة ويوصلوا المهرجانات. ضرورة والمهرجان الاقصر معمول عشان كده، انه خلق فرص للناس دي تلتقي وتتكلم. هل صحيح تمويل الفيلم بيتحكم في أفكاره، خصوصا أن حضرتك ذكرتي أن معظم الأفلام المشاركة ممولة من الخارج الأوروبي وكندا؟ بصي هقولها بطريقة تانية، انه بقى في شكل مطلوب للفيلم، فاهمة؟ أسسوا ثقافة للفيلم نفسه. فبقى الشخص اللي بيقدم على الفند ده او الدعم ده عارف الشكل ده اللي هو مقبول، وان كان عنده قضيته المحلية وعنده هو مخرج قوي جدا، بس دي بتبقى عارفة كده تفاصيل بتديله فرص اكتر انه يقول يعمل الفيلم في اطار شكلي معين مطلوب. اللي بيطلبوا او بيحددوا الغرب طبعا، يعني مطلوب، مطلوب. هو ما فيش حاجه بتطلب بشكل مباشر، خلاص هي زي ما انت قلتي بقى في حاجه ثقافيه بقت خلاص معروفه انه مش عارفه الشكل يتعمل ازاي، فيبقى فرصه اكتر او كذا يعني. علشان كده انا بقول ان احنا مهم جدا خلق الفرص دي، لانه مثلا احنا قبل كده انتجنا انتاج مشترك مع تونس والجزائر والمغرب، افلام استاذ يوسف شاهين زمان وغيره، يعني استاذ خيري بشاره. فاحنا ليه لا دلوقتي؟ يعني انا مش فاهمه ايه اللي حصل لنا. اوكي عندنا مشاكل، ولكن مساله السينما والفن قد ايه مهمه، قد ايه مهمه للدوله. ملاحظة مهمة طبعا أستاذ عزة، يعني خلال 7 سنين أهم الملاحظات أو الاستنتاجات الخلاصات اللي وصلت لها من الأفكار في مهرجان الأقصر السينمائي. الحقيقة في أفكار كتير، يمكن من أكتر حاجة وصلتنا وكانت من الدورة الأولى الحب الشديد من الأفارقة لمصر، خصوصا الكبار، أنا بسميهم الأساتذة أو الرواد، لأن هم يعرفوا دور مصر سياسيا، يعني يعرفوا الدور اللي لعبوه جمال عبد الناصر والدولة المصرية في فترة الستينات، في دعم الخمسينات والستينات، دعم حركة التحرر وبناء والمشاركة في بناء مؤسسات هناك في الدول ديت، والدعم بالخبراء وغيره يعني. فدولت بيتكلموا عن عبد الناصر وبيتكلموا عن مصر وإنه مصر قلب أفريقيا. الشباب طبعا ما يعرفوناش قوي عشان تكون يعرف، فلكن بقى الشباب الأفارقة عارفين مهرجان الأقصر، بقى كل سنة بقى حدث خلاص يعني بقى تم. حدث بيهتم جدا إنه أي شاب عامل فيلم جديد يقدم، أي شاب نفسه يعمل الورشة ويشارك معانا. بنعمل ورشة كبيرة احنا مدتها أسبوعين، بنصور أفلام ونمنتجها وننهيها ونعرضها في الختام. ده يعني أنا عايزة أسأل المعجزة دي بتتم في إزاي؟ أسبوعين قبل تمويلها المهرجان بأسبوع طبعا بيبقى فيه يعني 4 فرق
بالكاميرات، احدث الكاميرات يعني ديجيتال، وبقى في استاذ كبير قوي قوي. في ال5 سنين اللي فاتوا كان في الاستاذ هايلي جريمة وهو مخرج كبير. السنه دي بقى في مفاجاه هقولها لك انت. يا ريت يبقى لينا السبق في مفاجآت العام. في مفاجاه احنا سعداء جدا بيها، انه احنا قلنا السنه دي هنعتمد شويه على الخبره المصريه وهي خبره طويله، فاتكلمنا مع الاستاذ خير بشاره جميل، مخرجنا الكبير، وهو وافق ان هو يقود الورشه السنه. شبه هايلي جريمة برضه يعني. في الشكل حتى يعني، لا وكمان في الايمان بفكره المصريه والافريقيه، هتلاقيه يعني الناس تستفيد منه. خبر جميل، وخير بشارة اسم كبير، ويعني والشباب كلها طبعا يعني خبرة مهم نقلها للأجيال الجديدة. المهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كان بيتابع الأفارقة أينما كانوا، يعني من أمريكا، من أوروبا، يعني أفكارهم المهجرين دول أو أفكارهم في الخارج كيف كانت؟ بصي احنا طبعا المهرجان بتاعنا قائم على الآتي، يمكن أول قاعدة عندنا وهي الفيلم، تعريف الفيلم الأفريقي هو الفيلم الذي تدور أحداثه في أفريقيا ويقوم بإخراجه مخرج أفريقي مقيما في أفريقيا. طب واللي من الخارج؟ ما أنا هقول لك بقى، إحنا في أول سنة كنا فاتحينها لأي أفريقي، بس حصل نوع من التنافس الشديد ما بين الفيلم المنتج بره والفيلم المنتج داخل افريقيا. فلقينا ان احنا مش هنقدر نخدم فكره ان انا ادعم الانتاج اولا الداخلي، ثانيا المخرجين اللي هم المحليين يعني او اللي لسه عايشين في بلادهم. فبقينا حليناها ازاي؟ ان احنا دي المسابقه الرسميه، ولكن عندنا برامج اخرى تعرض فيها الافلام المنتجه في الدياسبورا او من خلال الافارقه المهجرين او اللي بيعيشوا في خارج افريقيا، دول يتحطوا في برامج اخرى، لانه زي ما قلت لك التنافس شديد. لما تعملي فيلم مصروف عليه مثلا 1 مليون يورو غير لما تعملي فيلم مثلا مصروف عليه 3-4 مليون او 2 مليون، فرق ضخم. هي الفكره في ايه؟ انه التنافس شديد قوي، بجانب انك انت برضو بتبحثي عن فكره الهويه، هويه الفيلم، انك انت عايزه تبقي متاكده ان ده فعلا بيعكس الحياه بتاعه البشر اللي هناك. فعشان كده احنا وقفنا بعد اول دوره وبدانا نفكر ازاي تاني نعيد تفكير يعني ايه فيلم افريقي. يعني بعد 7 سنوات في الأقصر ومهرجان بيقام كل سنة، هل تغير الجمهور في هذا المهرجان؟ وما الذي أحدثه في المدينة؟ هو طبعا يعني المهرجان والمدينة بقوا في علاقة مهمة جدا وتفاعلية جدا جدا ومنتجة جدا جدا، لأنه المهرجان في الأسبوعين بتوعه بيعمل حالة رواج شديد جدا سياحيا واثريا وثقافيا. طبعا ده مفهوم، في فنادق، في طيران، في سوق، في كذا. لكن على مستوى الجمهور بقى في مشاكل. تفسيري انا للمشاكل انه ما كانش، لما احنا رحنا الاقصر لم يكن هناك دار سينما واحده في كل محافظه الاقصر. لم يكن هناك اي عرض سينمائي او فيلمي، فالناس لم تكن معتاده على فكره الحضور الى السينما او عاده الذهاب الى السينما يعني. فمن تاني سنه بدانا نحط برنامج اسمه برنامج تنميه الجمهور المحلي، وبدانا نعمل فعاليات موازيه، يعني نعمل ورش للأطفال، نعمل مثلا حاجات للشباب، حاجات للطلبة. البعض انتقد المهرجان لهذا السبب أستاذ عز، يعني لتوسع المهرجان في الأنشطة وإن المطلوب أن يكون سينمائيا فقط. المهرجان دلوقتي بقى فيه أكتر طب من فعالية. طب مين هم البعض اللي اتكلموا؟ لا بجد، ما أنا عشان أنا أرد عليك يعني. لا يعني أنا يعني سمعت ده يعني، لكن أنا ما أقدرش أقول. حصل طبعا أنه في فهم ضيق لفكرة مهرجان سينمائي يتفاعل مع جمهوره، لأنه إحنا مؤمنين أنه مهرجان سينمائي لا يقام في غرف مغلقة،
لا يقام في غرف مغلقة ولا يعزل عن جمهوره. هدف الأنشطة أولا هي أنشطة كلها فنية، كلها ورش فنية، حفلة فنية، معارض فنون تشكيلية، صناعة أفلام، رسم، حتى لو بعمل ورشة رسم أنا شايفاها ليها علاقة بالسن. تكريم الأم المثلية ده تكريم برضو الأمهات من الفعاليات هي بصي تكريم الأمهات ده يمكن حدث شوية، بس في البعد الاجتماعي اللي أنا عايزة أقول للأسر منه، في حاجة اسمها مهرجان الأقصر السينما الأفريقية، بعد دعائي، يعني أنشطة هي دعائية. كل ده، كل ده أنا عايزة أعرفه ويبقى قريب من المهرجان. أنا بجيبه يعمل ورشة، فهيشوف فيلم، هيسمع ندوة، هياخد كتاب يقراه. أنا كل هدف الأنشطة هو إن أنا أنمي الجمهور. كتب المهرجان السنة دي ايه؟ احنا عاملين طبعا، احنا السنة دي دورة الأستاذ الكبير الراحل سمير فريد، فعاملين كتاب عنه بتعمله دكتورة أمل الجمل. عندنا كتاب تاني عن السينما التسجيلية، ده مترجم من الفرنسية، وكل سنة بنترجم كتاب بترجموا كتاب، ده انجاز كبير عن جدا. السينما التسجيلية في أفريقيا، كل سنة بنترجم كتاب سواء عن الإنجليزية أو الفرنسية حول موضوع أو موضوعات في السينما الأفريقية. يعني احنا متشوقين جدا للمهرجان ومتشوقين للاستاذ خيري بشارة، الحدث الثقافي المهم الفني لورش مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه. بنشكر الاستاذه المخرجه عزه الحسيني مدير مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، الف شكر يا فندم. شكرا جزيلا وشكرا لكل الجمهور. ميرسي يعني. مشاهدينا الكرام، هبه فهمي تاتيكم بعد الفاصل، فانتظروها.